السلطان عبد العزيز شد الحكم وهو في عمر 11 عام، وتسلمت الوالدة ديالته للاقية مقاليد الحكم إلى جانب الصدر الأعظم أحمد بن موسى. وأحمد هاد السلطان لموتاته كان صغير بزاف ومعجب بنمط الحياة الأوروبية ومنبهر بها بشكل كبير. ملي كتقرا شخصية السلطان عبد العزيز في شموليتها كتشوف أن شخصيته ماشي مستقرة ولم يتم تشكيلها للحكم. يصفه فيري أن الشخصية ديالته كان للخير والضعف بحد ذاته، وهو رجل كان يكره الحرب، كيقول لو كان لدي المال لما أنفقته على الحرب. يروي والتر هاريس كان باغي يكون فنان وباغي يكون كل شيء. رغم هذا الشيء هذا السلطان الصغير قام بإفلاس الخزينة ديال الدولة على آخرها وما تبقى فيها حتى جوج الفرنك. شد جوج ديال القروض بنكية مشاو مع الريح، والريح هي الريح الغالية. هذا السلطان عبد العزيز هو أول سلطان لبس البدلة والكومبلي والكوستيم والكرافطة، وكان عزيز عليه التفركيس. هذا السلطان عبد العزيز هو أول سلطان اللي دخل البيكالا، وكان عزيز عليه سباق الدراجات وشغوف بها لدرجة لا تتصور، والبلاد على مجمر ديال العافية. هذا السلطان عبد العزيز هو أول سلطان اللي دخل السيارة، وكان عشاق وملال بالزربة كيمل الحاجة ولا يعود إليها. هذا السلطان عبد العزيز هو أول سلطان اللي دخل البلاد في أول حرب أهلية في بداية القرن العشرين، وبالضبط سنة 1907 ضد الشقيق ديالو عبد الحفيظ، وأعطى فرصة للاستعمار لتتقدم جغرافية المغرب. وحسب الصحفي الأمريكي والتر هاريس اللي كتب عليه في صحيفة تايمز أن السلطان عبد العزيز يفقد أعصابه بالزربة لبعض الوقت، ثم يتراجع ويصبح جبانا ويقول لا أعرف كم أنا متعب من كوني سلطان، لا أعرف كم أنا متعب من كوني سلطان. يقول هاريس أنه في هذا الاعتراف هذا امتلأت العيون دياله بالدموع وذاك يبكي. من ناحية أخرى يذكر فير عددا من الانحرافات الملكية لهذا السلطان الشاب، مثل اليوم الذي عبر فيه السلطان وهو يرتدي الجوارب ذات اللون الأحمر الفاقع واللامع. كان التقليد المتبع في الملابس التي يحكم على السلاطين بارتداء الجوارب البيضاء، وكان يجادل إنها الموضة الكبرى في لندن، وكان يحب ممارسة الرماية بالبندقية مع المنبهي، وحينما يخطئ يسخر منه السلطان قائلا أنت وزير ديال الحرب لا تعرف كيف تطلق النار. هواية أخرى للسلطان يقضي أوقات طويلة باهتمام وتسلية بالساعات وصناعتها وتركيبها في القصر، بلغ عدد الساعات عنده أكثر من 3000 ساعة، وهو نفسه كان لديه كرونومتر ذهبي معقد للغاية يحدد ساعات عواصم العالم المختلفة، والذي كان يحتفظ به في جيبه في الممشى. كان السلطان عبد العزيز مهووس بزاف بالاختراعات الغربية، كان أول واحد كيستورد السيارة، وبعد ذلك رغب في إنشاء خط سككي يربط بين فاس ومكناس، غير أن أمام رفض الساكنة قرر أن يكتفي ببناء سكة تربط قصره بحدائق دار الدبيبغ. وقد قامت شركة كروز الفرنسية بالفعل ببناء سكة حديدية على طول كيلومترين، واستخدمت قطارا مكونا من بضع عربات وقاطرة، لكن كان ينقصها العجلات حتى يتم تشغيلها. وقال الكاتب الفرنسي جابرييل فيير الذي رافق السلطان لسنوات عديدة، بدأت أشغال تركيب السكة الحديدية والآليات المتحركة مباشرة بعد فتح الصناديق، لكن لم نكن نعثر لسوء الحظ على عجلات القاطرة. بحثنا في العرائش واتصلنا بالجمارك وشركة الملاحة والسكك الحديدية الفرنسية وشركة كروز دون جدوى، وفي انتظار ذلك قرر السلطان أن نجر القطار بواسطة البغال والخيول. لم يكن يحب الانتظار أكثر، لم يكن هذا السلطان الصغير يحب الانتظار أكثر، كان مزروب، كان يرغب يضيف فيير في التمتع بالتنزه، وبعدما أشبع رغبته نسي تماما السكة الحديدية، وأصبحت هذا القطار صادئا وخردة تظهر للعيان ولم تعد تثير اهتمامه على الإطلاق.